معلومات تلقيناها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبتوجيهات وتعليمات من سيد والي الولاية، قمنا نحن محافظة الغابات لولاية البليدة رفقة مديرية البيئة والمؤسسة الولائية للردم التقني للولاية بمعاينة المكان وجمع جميع العجلات المطاطية التي كانت متواجدة بمنطقة مسمات بوازين بأعالي جبال بوغرة. هذه المنطقة التي هي في الحدود مع ولاية المندية، هذه العجلات كانت منتشرة بصفة عشوائية داخل الوسط الغابي، وكما تعلمون أن هذه المادة يمنع تواجدها داخل الأملاك الغابية حسب التعليمات المعطاة لنا، لأنها مادة ممكن استعمالها في إضرام الحرائق، وكذلك هي مادة سريعة الانتشار عند نشوب أي حريق. قمنا باسترجاع ما يقارب 1600 عجلة من هذه المنطقة، كما كانت محافظة الغابات في منذ فاتح من شهر ماي، منذ انطلاق الحملة الوقائية لمكافحة حرائق الغابات، قد قامت باسترجاع ما يقارب 3000 عجلة مطاطية، هذا إضافة إلى ما قامت به مختلف البلديات بالتنسيق مع مديرية البيئة. يعني في المجموع منذ فتح ماي إلى غاية يومنا هذا تم استرجاع حوالي 6000 عجلة مطاطية كانت منتشرة داخل الأوساط الغابية أو بالمناطق المجاورة للمناطق الغابية. هذا العمل يعني اللي كنا قمنا به مع كافة الشركاء، كما ذكرت مديرية البيئة، المؤسسة الولائية للردم التقني اللي كانت استلمت هذه العجلات من أجل إعادة تدويرها ورسكلتها، وهذا ما يعود بالفائدة إلى هذه المؤسسة اقتصاديا.